كويس. لو انت عايز تعمل افريج زي ده مثلا، معاك حوالي 5 6 ارقام زي دول، وعايز تعرف متوسط الارقام دي عامله ازاي. حلو. طبعا بتقف في المكان اللي انت عايزه. مثلا لو احنا كتبنا هنا افريج او متوسط، فبتقف هنا عايز توصل لده، تخش على الفانكشنز بتاعتك، تخش تكتب كلمه افريج، دوس انسرت فانكشن وتعلم عليهم ودوس دن. بيقول لك ان متوسط الارقام دي هو 12.75.